السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا التاني في الوحدة التامنة واللي عنوانه ساينس، وهتكلم لي فيه عن الووتر. ووتر حبايبي بمعنى مياه. تعالوا يلا نبتدي درسنا بالكلمات، بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولو حابب تدعم قناتنا ممكن تشترك في خاصية الانتساب اللي من خلالها ممكن تتفرج على الفيديوهات قبل ميعاد نزولها على القناة. أول كلمة حبايبي معانا هي كلمة glacier. glacier 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 يعني نهر جليدي، طبعا لها نطق تاني هو glacier glacier. تاني كلمة lake 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 river 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 ocean 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 معنى محيط stream 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 معنى جدول او نهر صغير. تعالوا نشوف يلا مع بعض الاكسترا فوكابولري اللي هو مدهالي. اول كلمه طبعا كلمه salt water salt water fresh water fresh water health health crops 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 salt salt stomachache 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 the river nile the river nile clues 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 sea water sea water sea water glasses glasses bath water bath water rain 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 difference 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 the Red Sea the Red Sea the Mediterranean Sea the Mediterranean Sea the Mediterranean Sea drinking water drinking water drinking water. تعالوا يلا حبايبي نشوف تصريفات الافعال اللي هو مديها لي. عندنا كلمه call called call called discuss discussed discuss discussed drink drank drink drank think thought think thought. طبعا الجي اتش هنا حبايبي silent think thought think thought. تعال حبايبي يلا نشوف اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مديها لي. عندنا كلمه طبعا important بتاخد حرف الجر for يعني how many important for how many how many how many معناها كم عدد، وعارفين ان الاسم اللي بيجي وراها لازم يكون جمع. عندنا كلمه a day يعني في اليوم water for crops يعني مياه لري المحاصيل. تعالوا يلا مع بعض نشوف اول كويز مدهلنا على الكلمات. اول جمله بيقول لي we get a water from the river nile. طبعا بنحصل على مياه شكلها عامل ازاي من نهر النيل، اكيد دي فريش، وفريش يعني مياه عذبه او نقي. نمبر 2 بيقول لي she had 2 a of orange juice. طبعا هي تناولت 2 a من عصير البرتقال، اكيد طبعا عصير البرتقال بيبقى في glasses، وglasses حبايبي بمعنى كوبايات، اما pots بمعنى اواني، forks بمعنى شوك، وعندنا plates بمعنى اطباق. نمبر 3 بيقول لي there is a small river. طبعا مين هو اللي بيبقى نهر صغير؟ قلنا ده حبايبي اللي هو الستريم اللي هو الجدول المائي، نهر مائي صغير. نمبر 4 بيقول لي fruits are very useful for your طبعا الفاكهة اكيد مفيدة لايه؟ طبعا اكيد مفيدة للصحة، يبقى for your health وhealth حبايبي اللي هي الصحة. طبعا هنا حبايبي مديلي تقسيمة المية، يا ترى بلاقي الفريش ووتر فين وبلاقي السولت ووتر فين. طبعا فريش ووتر حبايبي شكل ما عارفين ان هي مياه عذبة، اما السولت ووتر اللي هي المياه المالحة. طبعا عندنا الفريش ووتر اللي بتيجي طبعا من الانهار ممكن استخدمها for drinking يعني للشرب، and for watering the crops يعني لري المحاصيل، and for bathing bath water حبيبي اللي هي مياه الاستحمام. طبعا اذا انا ممكن استخدمها في الشرب، ممكن استخدمها في ري المحاصيل، وكمان ممكن استخدمها في الاستحمام. طب salt water حبيبي دي بنحصل عليها من the Red Sea البحر الاحمر، the Mediterranean Sea يعني البحر المتوسط، وكمان من ocean ocean حبيبي بمعنى محيط. تعالوا يلا حبيبي نشوف كلمات الجزء الثاني من درسنا الثاني describing the elephant اللي بيوصف لي فيها حبيبي الفيل. Number 1 blind 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 special 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 flexible 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 spear 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 incredible 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 trunk 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 tusk 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 robe 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 robe. تعالوا حبايبي يلا نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي. عندنا كلمه stories stories local local enormous enormous ودي معناها huge huge يعني ضخم wrong wrong طبعا الدبل هنا حبايبي silent wrong hard hard smooth smooth طبعا حبايبي التي اتش هنا ذا مش ثا smooth smooth leaf
leaf, correct, correct, tail, tail, round, 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 part, 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 idea, 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 farmer, 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 form, form, strong, 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 dangerous, 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 flat, 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 clever, 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 excited, 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 pointed, 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 wall, 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 moral, moral, moral. تعالوا حبايبي يلا نشوف تصرفات الافعال اللي هو مديها لي. عندنا كلمة describe, 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 described, described, touch, 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 touched, 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 discover, discover, discovered, discovered, reach, reach, reached, reached. طبعا بعد التشه ساوند الاي دي طبعا نطقها تا. reached, shape, shape, shaped, نفس الكلام shaped, turn, turn, turned, turned, stop, stop, stopped, stopped, نفس الكلام stopped, stopped, meet, met, meet, met, put, 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 see, saw, see, saw, understand, understood, understand, understood, hear, heard, hear, heard, hear, heard. طبعا حبايبي ناس كتير بتسأل وتقول هو ليه مصر حطت هير هيرد في الافعال الشاذة على وين نزود له دي. احنا قلنا حبايبي انا ما ينفعش ازود دي الا اذا الفعل انتهى بإي. طبعا هنا كلمة هير ما فيهاش اي في الاخر وزود دي عشان كده قلنا عليه الريجولر فيرب يعني فعل غير منتظم. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاوردينال نمبرز اللي هو مديها لي الاعداد الترتيبية. عندنا كلمة first, first, first بمعنى الاول, second, second, second الثاني, third, 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 fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, sixth. طبعا حبايبي عارفين ان احنا الاعداد الترتيبية دي دايما بيجي قبلها يعني لما اقول الاول بقول the first, the second, the third, and the fourth, the fifth, and the sixth. طيب تعالوا نشوف يلا الimportant expressions اللي هو مدهاني. عندنا a long time ago, a long time ago يعني منذ وقت طويل, along the road, along the road يعني على طول الطريق. وخلي بالك حبيبي ان along اللي فوق غير along اللي تحت. along هنا معناها طويل لكن along هنا كلها على بعضها ما فيش فاصل بمعنى بامتداد. the side of, the side of, جانب من, reach out, reach out يصل الى, part of, part of, for a moment, for a moment, look like, look like, finally, finally, in fact, in fact, find out, find out, find out بمعنى يكتشف. طبعا هنا حبيبي مهم جدا ان نعرف معاني الكلمات دي لانها هتجيلي اما في الاختيار اما هتجيلي في التوصيل. عندنا كلمة blind, blind ده حبيبي شكل ما قلنا بمعنى اعمى ودي معناها can't see, can't see يعني لا يستطيع ان يرى. trunk, trunk قلنا اللي هي زلومة الفيل وده the very long nose of an elephant يعني الانف الطويلة بتاعة الفيل. tusk, tusk قلنا ده بمعنى ناب والناب حبيبي a very long pointed tooth. طبعا كلمة pointed هنا بمعنى مدبب وtooth هنا بمعنى سنة, سنة طويلة مدببة. spear, spear حبيبي اللي هو الرمح ودي معناها a long pointed stick يعني عصا مدببة طويلة. تعالوا نشوف يلا المين بوينتس اللي هو مدهالي في الدرس بتاعنا. بيقول لي there were six blind men who wanted to meet an elephant. دي كان فيه ست رجال مكفوفين عايزين يقابلوا feel. The six men had heard many stories about elephants. يعني الستة دول سمعوا قصص كتير عن الأفيال. They were very excited to touch the elephant. كانوا متحمسين جدا ان هم يلمسوا الفيل. Each of the men only touched one part of the elephant. كل واحد منهم لمس جزء كده من الفيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف اول كويز معانا واللي مديها لي على معاني الكلمات. بيقول لي حاتم can't see. He is طبعا طالما ما بيقدرش يشوف يبقى اكيد هو blind. وبلايند حبايبي بمعنى اعمى. Number two, بيقول لي snakes are very animals. Be careful. بيقول لي ان الثعابين دي حيوانات ايه جدا خلي بالك يبقى اكيد dangerous يعني خطير. نمبر 3 بيقول the little ant carried a from the tree. طبعا النمله الصغيره حملت ايه
من الشجرة أكيد حملت ورقة، ورقة لأن الورقة خفيفة فممكن النملة تشيلها. تعالوا نشوف حبايبي بقى القصة بتاعتنا واللي بيقول لي فيها long time ago، يعني منذ وقت طويل، وطالما اللي أجو حبايبي بأكيد هيتكلم في زمن الماضي. There were six blind men who wanted to meet an elephant. كان فيه ست رجال مكفوفين كانوا عايزين يقابلوا فيل. They had heard many stories about these incredible animals. طبعا سمعوا قصص كتير عن الحيوانات الرائعة دي. But each man had a different idea about what the elephant would look like. كل واحد عنده فكرة مختلفة يا ترى الفيل ده هيبقى شكله عامل ازاي. One day a local farmer was walking along the road with an elephant that worked on his farm. كان في مرة او في يوم من الايام فلاح ماشي طبعا بامتداد الطريق مع فيل شغال معاه في الحقل. The farmer asked if the man would like to touch the elephant to discover how it looks. طبعا قال لهم يا ترى تحبوا تلمسوا الفيل عشان تعرفوا شكله عامل ازاي. The men were very excited and walked over to the enormous animal. طبعا بيقول لي كانوا فرحانين جدا ومشوا لغاية الحيوان الضخم ده. بيقول لي the first man touched the side of the elephant. بيقول لي الرجل الاول راح جاي لامس الفيل من الجانب. He said it's very tall and very strong. ايه ده طويل جدا وقوي. It's like a wall. ده اكنه حيطة. The second man put his arms around the elephant's back leg. حط دراعاته كده حوالين رجله الخلفية. He said, no, you're wrong. انت على خطأ. It's round and strong. ايه ده؟ لا ده مستدير وقوي. Like a tree trunk. كأنه بالضبط جزء شجرة. When the third man put his hand on the elephant's trunk. اول ما الرجل التالت حط ايديه على زلومة الفيل. He said, you're both wrong. انتوا الاتنين مخطئين. The elephant is long and flexible. ايه ده طويل ومرن. It's just like a snake. ده اكنه بالظبط ثعبان. The fourth man put his fingers against the elephant's tusk. طبعا بيقول لي ان الرجل الرابع حط صابعه على ناب الفيل. He said, it's hard, long and smooth. ايه لا ده صلب وطويل وكمان املس. I think it's dangerous like a spear. اعتقد انه خطير شكل الرمح. The fifth man was very very tall. طبعا الرجل الخامس ده بقى كان طويل. He reached out and touched the elephant's ear. لمس ودان الفيل. He said this elephant is smooth. الفيل ده ناعم املس and flat ومسطح. And shaped just like a leaf. وكأنه بالضبط ورقة شجر. Finally في النهاية the sixth man put his hand on the elephant's tail. حط ايديه على ديل الفيل. He said this elephant is not like a wall. لا ده مش شكل الجدار والحيطة ولا حاجة. A spear ولا كمان شكل الرمح. Or a snake ولا كمان شكل الثعبان. It's not like a leaf ولا شكل الورقة. Or tree trunk ولا كمان جزء الشجرة. This elephant is just like a robe. ده كأنه بالضبط حبل. The farmer listened to everything the men said. طبعا الفلاح استمع لكل اللي قالوا الرجال دول. He turned to them and said. راح جاي بصص لهم بقى كده وقال لهم. In fact, you're all correct. انتم كلكم محقين. Each of you only touched one part of the elephant. كل واحد فيكم لمس جزء واحد من الفيل. If you stop for a moment, لو انتم توقفتوا كده للحظة, and listen to what you all think, وكمان استمعتوا لكل شيء بتفكروا فيه, you can all see what the elephant looks like. تقدروا تتخيلوا شكل الفيل ده عامل ازاي. معناها ان انتوا لما تجمعوا الاوصاف بتاعتكم كلها هيدينا شكل الفيل. طبعا حبايبي هنا بيقول لي the moral of the story. احنا المورال حبايبي اللي هو المغزى من القصة. قال لي when we listen to other people we can understand the world better. لما نسمع من ناس تانية نقدر نفهم العالم بشكل افضل. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هي على listen to. Number one, بقولي listen and complete. يلا نسمع وكمان نكمل. بقولي طبعا a long time ago, منذ وقت طويل, there were six blind men who wanted to meet an elephant. One day, a local farmer was walking along the road with an elephant that walked on his farm. The men wanted to touch the elephant. They would like to discover how it looks.
The men were very excited and walked over to the enormous animal. Number one, بقولي there were six men. طبعا قلنا six men دول were blind. Blind حبايبي بمعنى كفيف او اعمى. طب تعال نشوف number two. بقولي a local farmer was walking along the road with an elephant. يعني كان ماشي ومعاه حبايبي فيل. طب تعال نشوف number three. بقولي the men wanted to eat the elephant. طبعا الرجال دول كانوا عايزين يلمسه, يبقى wanted to touch the elephant. touch حبيبي معناها يلمس. طب تعال نشوف number four. بقولي the men would like to discover how the elephant هتقولي won't discover how the elephant looks like, يعني كيف يشبه or looks. تعالوا حبيبي يلا نشوف سؤال التوصيل. number one, بقولي salt water is the water, يعني المياه المالحة هي المية. أكيد هتقول لي in seas and oceans, اللي موجودة في البحار والمحيطات. طب تعال نشوف number two. بقولي we can't drink. طبعا ما نقدرش نشرب. طبعا نقدرش نشرب مين حبيبي؟ هتقول الماء المالحة. طب الماء المالحة دي موجودة فين؟ هتقول لي موجودة في البحر. يبقى we can't drink the water in the sea, يعني ما نقدرش نشرب المية من البحر. number three. بقولي the elephant's back leg. بقولي ان رجل الفيل الخلفية. طبعا شكل ما وصفوها is like a tree trunk, كأنها حبيبي بالضبط جذع شجرة. number four, بقول blind people, يعني الناس المكفوفين. مالهم حبيبي؟ هتقول لي can't see, يعني ما يقدروش يشوفوا. number five, بقول the farmer listened to, يعني الفلاح استمع الى. طبعا استمع الى كل ما قاله الاشخاص او الست رجال, فبالتالي هقول the farmer listened to everything, كل شيء the man said. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. والسؤال بيقول لي your health water is why important for. طبعا حبايبي كده لازم اقول why, لماذا الماء مهم لصحتك. يبقى اذا هقول why is water, طبعا ده الفعل بتاعي, important يعني مهم, for your health, يعني ليه الماء مهم لصحتك. تعال نشوف السؤال التاني. water 9 glasses drink a day I of fresh. طبعا عايز اقول ان انا بشرب 9 كوبايات مية يوميا, فاذا هقول I drink, يعني انا اشرب 9 glasses, يعني 9 كوبايات of fresh water a day, يعني انا بشرب 9 كوبايات من الماء يوميا. طب تعال نشوف number 3. بقولي the world animal the biggest the elephant is in. طبعا عايز اقول ان الفيل اكبر حيوان في العالم, فاذا هقول the elephant is the biggest animal in the world, يعني الفيل أكبر حيوان في العالم. تعالوا نشوف حبايبي number four. will find out one to what the blind did man. طبعا عايز أقول ماذا أراد أن يكتشف الرجل الكفيف. فهبدأ بأداة الاستفهام حبيبي اللي هي what, فعل مساعد بتاعي did. طب فين الفعل بتاعي؟ يبقى the blind man. يبقى what did the blind man want to find out, يعني ماذا أراد أن يكتشف الرجل الأعمى. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال البنكتويشن. number one, بقولي what's special about the men. طبعا what الدبليو أكيد هتبقى كابيتال عشان في أول الكلام. is special about the men, وأكيد في الآخر أحط الكويستشن مارك لأن ده سؤال. number two, بقولي the elephant's trunk is long and flexible. طبعا T capital عشان في أول الكلام. elephants ما فيهاش أي حاجة حبيبي.
trunk is long and flexible. اكيد هحط في الاخر فلسطوب لان دي جملة عادية. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس. سؤال قطعة بيقول a long time ago there were six blind men who wanted to meet an elephant. They had heard many stories about these incredible animals. But each man had a different idea about what the elephant would look like. One day, a local farmer was walking along the road with an elephant who worked on his farm. The farmer asked if the man would like to touch the elephant to discover how it looks. And the men were very excited and walked over to the enormous animal. هي هي حبيبي نفس القصة بتاعتنا. Number one, بولي the underlined word blind means can't. قلنا blind حبيبي كفيف يعني can't see. ما يقدرش يشوف. Number two, بولي the farmer was really. طبعا الفلاح كان ايه اكيد was really helpful. Helpful حبيبي بمعنى متعاون. تعال نشوف السؤال التالي. بولي did the men touch the elephant. يعني هل الرجال دول لمسوا الفيل. طبعا هقول yes they did. اكيد طبعا لمسوا. طيب تعال نشوف number 4 بيقول what did the blind men want to do. طبعا شكل ما احنا عارفين ان هم كانوا عايزين يقابلوا الفيل فهقول they wanted to meet the elephant يعني كانوا عايزين يقابلوا الفيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا واللي بيكلم لي فيه عن الانكريدبل انيمالز يعني الحيوانات المذهله واللي اكيد هيكلم لي فيه عن موضوع درسنا وهو الاليفنت. الاليفنت حبايبي اللي هو الفيل. طبعا هنا هبدا بجمله بسيطه جدا واقول ان في حيوانات مذهله كتير فهقول there are many incredible animals. هبدا اقول ان واحد من اكتر الحيوانات المذهلة دي هو الفيل. يبقى هقول one of the most incredible animals is the elephant. يعني واحد من الحيوانات المذهلة دي حبيبي هو الفيل. طبعا هبدأ بقى ادي اوصاف للفيل. طبعا عارفين الفيل هو اكبر الحيوانات الموجودة على سطح الارض. يبقى هقول it is the biggest animal in the world. يعني اكبر حيوان موجود في العالم. طبعا هقول it's a tall and strong يعني هو طويل وقوي. It has a long trunk يعني ليه زلومة طويلة. It has big ears يعني ليه ودان كبيرة. It has long pointed tusks يعني ليه طبعا أنياب. It can be very dangerous يعني ممكن يكون خطير. طبعا it eats بياكل grass بياكل الأعشاب. We can see it in the zoo يعني ممكن نشوفه حبيبي في حديقة الحيوان. كده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا من خلال المعلومات اللي انا قريتها عن الاليفنت. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe.
and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو حابب تدعم قناتنا ممكن تشترك في خاصية الانتساب، واللي من خلالها ممكن تشوف الحلقات قبل ما تنزل في موعدها على القناة. شكرا لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.